اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن إصدار وزارة الداخلية القطرية قائمة إرهاب تتضمن 10 أشخاص ممن تم إدراجهم في القوائم الثلاث للدول الداعية لمكافحة الإرهاب يمثل تأكيدا قطريا على الأدلة ضدها. قال قرقاش في تغريدة على موقع تويتر إن وزارة الداخلية القطرية أصدرت قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصا و8 كيانات وتضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقا في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة.